والآن مشاهدينا نتحول بكم الآن إلى أخبار المال والأعمال. تحول محمد عبد الله والمزيد من المتابعات إليك محمد. شكرا غائي، شكرا ليلى، ومشاهدينا تتابعونا معي أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا. أهلا بكم. انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 41.3% لتبلغ 2.44 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وأوضحت بيانات التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 11.6% حيث بلغت 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر. ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 671.7%. في المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 29.3%. أعلنت وزارة البترول أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها قد تحقق خلال السنوات الثمانية الأخيرة وحدها، ليصل عدد الوحدات المستفيدة بالغاز لأكثر من 14 مليون وحدة سكنية. وخلال لقاء أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة، لفت الوزير إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار. وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر حتى 1 ديسمبر بلغ 960 ألف طن بإجمالي مبلغ 483 مليون دولار. في سوق المال تبانت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بينما تراجع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14,327 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 58% في 100 ليغلق عند مستوى 2653 نقطة. وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 7% في 100 ليغلق عند مستوى 3898 نقطة. أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج التعاملات على انخفاض، وسجل المؤشر السعودي أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهرا، وتراجع المؤشر السعودي 2.8% ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2021. تم هبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 8.1%، بينما صعد مؤشر دبي 8.1% ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية. وهبط المؤشر القطري بنسبة 8.1% مع تراجع سهم صناعات قطر البتروكيماويات 3%. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى ليلى ورغاي. شكرا لك يا محمد.